التغيير في حياتك أمر في صالحك دائما عندما تختار، لا عندما تكون مجبرا عليه. لكن لا يمكنك أن تتجنب الأحداث الغير المتوقعة والأزمات في الحياة، لأن هذه الأحداث هي التي تغير الجمود الذي نعيش فيه حياتنا. ما يمكننا التحكم به عندما نمر بهذه الأحداث الصعبة هو كيفية اختيارنا للطريقة التي نتفاعل بها معها. قوة الاختيار التي نملكها هي التي تمكننا من إحداث تغيير إيجابي في حياتنا، كما إن استغلال قوة الاختيار تتيح فرصة أكبر لتغيير الحياة إلى الأفضل. لذلك حاول أن تجد معنى للحياة وأمضي بعض الوقت في محاولة تحديد المهم في حياتك وسبب أهميته. ما الذي تريد أن تحققه في حياتك؟ وما هي أحلامك؟ وما الذي يجعلك سعيداً؟ المعنى الذي تجده للحياة يعطيك غرضاً محدداً ويحدد اتجاه الطريقة التي تريد أن تعيش بها الحياة. ودون وجود معنى للحياة ستمضي ما تبقى من حياتك في حالة من التشوش دون وجود اتجاه محدد أو تركيز أو غرض. اكتب أحلامك على ورق، كون كتابة أحلامك على ورقة كبيرة تراها كل يوم، فهذه طريقة رائعة حتى تؤمن بأحلامك مرة أخرى، حتى تصبح أحلامنا حقيقية ونبدأ في الإيمان بإمكانية تحقيق تلك الأحلام. ولا بد من تحديد أهدافك لتحقق أحلامك بمجرد أن تعرف ما المهم في حياتك وما هو شكل حياتك التي تتخيلها من خلال الأحلام. عليك أن تتخذ خطوات ملموسة وتحدد أهدافك على المدى القصير والمتوسط والطويل. محاولة تحقيق هذه الأهداف هي التي تمكنك من تحقيق أحلامك، وعليك دائما تذكر أن أهدافك يمكن أن تتغير. فكن مرنا دائما في تحديد الأهداف وتحقيقها، لأن الأوضاع تتغير في الحياة ولا بد أن تكون أهدافك انعكاسا لتلك التغييرات. إن الخطوات الصغيرة التي تتخذها هي التي تحقق دفعة حتى يحدث التغيير في حياتك تزامنا مع العام الجديد.